أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كنت مريضا وطريح الفراش. نعم. هذا السائل يقول: لقد كنت مريضا وطريح الفراش وبالمشقة أتوضأ، وقد صليت المغرب وجمعت معه العشاء 4 ركعات، ثم اشتد علي المرض وذهب بي إلى المستشفى، وبعد ساعات أحسست بنشاط ثم أعدت صلاة العشاء. هل عملي هذا صحيح؟ وأرجو التوجيه لمن هو في مثل حالتي. المريض يجمع إذا احتاج إلى الجمع، إذا كان الجمع رفق به فإنه يجمع، وما فعلته ما دمت أنك مستعجل للجمع فعملك صحيح، وإذا جمعت لا تعيد الصلاة لأنك صليت وأنت معذور، يجوز لك الجمع وجمعت الحمد لله، تكفي الصلاة التي جمعتها مع المغرب أو مع الظهر، لأنك حين الجمع وأنت معذور، إذا زال العذر بعد ذلك فلا تعيد الصلاة.